بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجديد حلقة جديدة مع في جيمر هاوس في اف تي بي في اجريرين سكايز او السماء الزراعية. وش ذا؟ ليش تمطر؟ خلينا ننام قبل ما نكمل. أما يعني غصب. طيب لو هنا جيت يكهو. طيب خليني أقول لكم الحين وش سويت بين الحلقتين. وسعت المنطقة زيادة، بوسعها أكثر، لازم أكبر. وسويت هذه المنطقة الصغيرة هنا، هذه المنطقة يعني لعل وعسى يمكن يرسبن موب خروف ولا بقرة ولا شيء. بقرة هو اللي ودي صراحة، لا رسبن بقرة. اوف اوف اوف، الظاهر خلينا نقرا. اتذكر ان الكاو طريقة سبون حقها، شلون تكتب كاو؟ اي لازم تجيب جلد، والجلد ما يجيب لكم جلد، ما يندبل. يمكن هذه الطريقة اجيب جلد، اي هذه الطريقة اسوي جلد. على العموم مشوار، لو رسبن البقرتين خلاص يكفي. وشيء ثاني سويته، شلت هذاك شيء لأنه خلاص محتاج ستير زيادة. أنا سويت الأكس حق هذا، كسرت فيه ولد كثير بسرعة. وش سويت بعد؟ وش سويت هنا؟ بديت أسوي ستون هنا، ستون أنا حطيته فوق الأكوي سكيميليتر. طبعا كل شيء انا اسويه مو بابني شيء كامل جديد من الصفر، لا صار استغل الاشياء اللي سويتها اول. شيء زين وشين شين نحوسه. وانا قررت من هذه الحلقة اني اخلي شغلي مرتب. سويت هذه المنطقة، لو تلاحظون عندي حتى الان في فلايت بوشن اللي هو من هنا، هذا جاني في كويست اول، خليني اقدر اطير. وطبعا زي ما قلت لكم انا اول مطفي السبونر، هوريكم شلون طفيته. شفت شلون طفيته؟ مرة شيء بسيط جدا، لأن ما أحتاج أبدا خلاص. بس إذا بشغله عشان اكسبيرينس، بس إني ما أحتاجها أبدا. وهذه الحلقة، راح أسوي ام اي سيستم. بسوي الحين أبسط شيء وبعدين بوسعه. نقلت مواردي هنا بعد، طبعا بيخلص البوشن بعد فترة. نقلت مورد هنا كلها، وحطيت هنا سيرت سكورتس حقي كله. هذا سيرت سكورتس كله نقلته هنا، وهذا لو احتجت تصير بعدين استخدمته من جديد. هذا عشان بس مساحة كنت مخليه بهذا الشكل. أول شيء تعرفون عشان نسوي ام اي سيستم نحتاج كنترولر. نقول ام اي كنترولر، هذا هو. اوه غير الوصفة، لا مو مرة. نحتاج نذر كوارتز. استقلت من نقدر نطير. هنا عندي نذر كوارتز، اما بس هذه كمية والله شوي مشكلة. هذه وريدستون، شوي مرة. قلنا بنحتاج أربعة من هذه أربعة. بنحتاج هذا الشيء، نحتاج دايموند سيليكون. نطبخ ال واحدة من هذولي، وبنحتاج العصا. كنا نذكرها كانت كذا. اها نحطها هنا، وناخذ حبة الدايموند. دايموند عندي كمية حلوة اتذكر، والله مو بمرة كثيرة. نحط الدايموند هنا، ونحط ريدستون كذا كفو. حطها في الفرن. كفو. عندنا الحين امي كنترولر، بحط الامي كنترولر هنا جنبه مرة. ما توقع بوسع هذول اكثر كذا، بحطه هنا مرة. وبحتاج كيبل طاقة زيادة.
بس هذول ما يركبوا مع بعض، لازم أفصل هذولي. كفو، الحين عنده طاقة هذا الشيء. الشيء الثاني نحتاجه كنترول تيرمينال، اللي هو ام اي تيرمينال. اللي بسوي مرة واحدة كرافتنج تيرمينال. لا، هذه نحتاج اول شيء اكسس تيرمينال، نحتاج كونفرجن ماتريكس، نحتاج جولد. حط جولد هنا وهذه هنا. نحتاج اكثر من حبة سيليكون، خلنا نطبخ لنا 8. بعد غير الكونفرجن ماتريكس نحتاج فلوكس دوست. نحتاج نسوي بولفرايزر كم حبة من هذولي، حبتين. حبة واحدة بس نحتاج نسوي له بولفرايزر، لأن تشوفها عندي كمية قليلة، لازم ندبر لهم صرفة يعني. كذا، وهذه نطبخها، وهذه نخلطها مع سيرتس كوارتز وريدستون. كويس، وناخذ حبة حقتنا اللي هنا. اتوقع احنا نقدر نسوي الكونفرجن ماتريكس. ليش ما اقدر اسويها؟ ايرون، ما عندي ايرون يكفي. اوكي، اتوقع عندي ايرون يكفي. كفو، هذه كونفرجن ماتريكس. بعدين نحتاج هذا الشيء. تدرون بسوي 6 حبات من هذا، اي سوي 6 حبات، يعني نحتاج نحرق 3 من ال او نخلط 3 هنا. كذا، وهذول نحطهم بهذا الشكل. الجلاس هنا حطيته. طبعا اذا شفتوا الانفنتوري تعرفون على طول ليش ابي اسوي مي سيستم. وهنا توقع هذا كله جاهز. كهو، عندنا اكسس تيرمينال. اكسس تيرمينال اقدر احطها الحين، ركبها هنا، بس اني بغيرها بعدين. كفو، تدرون بغير مكانها، ابيها هنا فوقه. هذا يستهلك 1.4 ام جي، انا بغيره الار اف. ظهر ان ار اف نفس الام جي الاي اي. على العموم هذا يشتغل، بس ما عندنا اي مكان نخزن فيه. اول شيء بسويه الام اي كرافتنج ترمينال، عشان نسويها بنحتاج ستورج سيل، نحتاج واحدة من الجولد. خلص، نحط هذه هنا وهذه هنا وهذه هوني. كهو، وهذه خليها تطبخ. ايش بعد نحتاج؟ كرافتنج تيبل. عندنا وود هنا، في كرافتنج تيبل جاهزة. ولا اول شيء بنسوي هذه، وهذا نكسره.
هذا هنا وهذا هنا وهذول هنا. ايرون، نحتاج حبة ايرون. حط الايرون كذا، كويس. الفرق بين اللي انا سويتها قبل شوي وهذا المطورة منها، هذا اقدر اسوي كرافتنج من جواها، جواها اسوي كرافتنج. طيب والشيء الثاني اللي بنسويه اللي هو ام اي درايف، هذا شيء. وش هذا؟ اوه وسهل، بس تحط في ثلاثة شكله. انا بسوي هذا، بحتاج 2 جولد. محتاج 2 جولد زي كذا. طبعا اول اشياء بوريكم اياها، وبعدين بصير اسوي بدون، يعني ما احتاج اوريكم، بس لازم تشوفون في البداية شلون يتسوى كذا. هذا قاعد اطبخ 2 من الجولد، واحتاج تشيست، عندنا تشيستات كثيرة. كفو، ما اخذت اللي فيه الاغراض. ناخذ حبتين الجولد، حط الجست هنا، هذول هنا، لا كذا. كفو، هنا الامي درايف. غير الامي درايف، شو الحين ركب، نحتاج درايفز جواه. فاللي بسوي اول واحد 16، هذا هو 16 كي ستورج. عشان نسويه نحتاج ستورج بلوك. عشان ستورج بلوك نحتاج 3 ستورج سيجمنت. عشان 3 ستورج سيجمنت نحتاج 3 ستورج سيلز، يعني نحتاج 9 ستورج سيلز. ستورج سيل الواحدة تحتاج 1 بيسك، يعني نحتاج 9 بيسك وثلاثة هنا بيسك ثانيات. يعني كم كانت؟ 12 بيسك، يعني نحتاج 12 سيليكون، ونحتاج 12 جولد. يا ربي 3، كفو. مدري يكفي اللي عندي ولا مو بأكيد، يعني يكفي اللي عندي مرة. وهذا نحطها هنا، نتأكد من العد 3، وبنحتاج واحدة دايموند، يعني نطبخ واحدة زيادة من هذولي. قلنا محتاج 3، وهذول 3 بيحتاجون 3 من هذي، 9. اي كويس، المفروض انه مضبوط. باقي واحدة زيادة، تدرون كأني زودت الحسبة شوي، مو مشكلة. حط هذولي هنا، الأغراض كلها أخذها. اللي ما تركت يطبخ صح؟ أي، خلينا نسوي دايموند واحدة الحين. طيب نحط هذه هنا، الدايموند، ريدستون، وهذا اللي تقص، كوارتس كاتنج نايف، كوارتس كاتنج نايف. خلينا ناكل شوي. خل ستيف يريح شوي، او مو بستيف، دث اسم الشخص هذا. حط هذا هنا، يلا. المشكلة في الريدستون فرس ما تقدر تسوي فيه اوفر كلوكنج ولا شيء، سرعته ثابتة. ونبي نسوي حنا 9 اللي هو الستورج العادية، اللي هي هذه، نبي نسوي 9 منها. نحتاج 5 زيادة. ريدستون اللي ناقص. شو اني سويت ريدستون كثير. قعدت فترة وانا حاز اضبط الريدستون. تأكد ان اخذ 9 بس. كفو،
ما نبي ناخذ اكثر من 9. بعدين نسوي من هذولي 3، وبعدين نسوي من هذه ناخذ الدايموند اللي سويناها. وجلوسون 4 حبات. كذا بعدين كفو. عندنا الآن أمي درايف. أمي درايف حطه هنا. الحين لو أدخل أقدر أحط أشياء، أشيل الأمي درايف، شوف هو مكتوب عليه إن في شيء واحد موجود جوا، هنا مو موجود أي شيء، أحط الأمي درايف من جديد وترجع الأشياء. الحين هذا الأمي درايف بنقل الأشياء فيه، وبتأكد إن شاء الله إن شاء الله ما يكون خرب تسجيل، بتأكد والله إن بديت أشك، وبحاول أضبط، ما أدري يمدي أضبط المنطقة اللي تحت هذه ولا لا، ولازم أدبر لي حل الطاقة لأن الطاقة ما يصلح زي كذا. شوفكم بعد شوي. طيب رجعت لكم من جديد. سويت واحد ثاني زي ما تشوفون، قبل شوي مرة سويت واحد ثاني ونقلت أغلب الموارد المهمة هنا، يعني الموارد اللي حاسس اني ممكن احتاجها. ترون بحط هذه الاشياء بعد هنا، احط هذا بعد، اي شيء ما تحتاج الحين. عشان كذا سويت انا ايمي سيستم، عشان اقدر انقل الموارد اللي استخدمها بس ما بشيلها معي ولا بطلعها من تشستات، زي هذه مثلا، زي هذا زي هذا زي هذا زي هذا. بوجن فلاسك لا مرة، هذا كلام مرة. هنا في أشياء، هذا وهذا إيه، وهذا هذا لا، مع هذا لازم أفكر. هنا في شيء أكلها. I don't care. طيب باقي الحلقة توقع بصير أسوي مهمات. خلينا نشوف. اول واحدة بحتاجها احس بحتاج كاتينج بورد. كاتينج هذه كفو. بحتاج سكيلت. شلون تكتب SKA؟ وبحتاج مورتر اند بيلت. مورتر هذا ما عندي ستون. واحتاج بوت. كفو. الحين نسوي كليم ريورد ونشوف ايش الجائزة. اخيس جائزة، الجائزة اللي ما احبها وجتني مرتين. يمكن بعدين احولهم كلهم تشاركول. مرة مرة ما خشب، بس خشب العادي، الخشب الثاني كله بالنسبة لي خايس. نشوف المهمة اللي بعدها، نحتاج نسوي تشيز، نحتاج حليب. ما عندي حليب لأن ما عندي بقر. أوه لازم ندبر لها صرفة هذي. نحتاج كمية عشان أجيب بقر. الظاهر هذا لازم يصير بعيد عني مسافة معينة. ترون بجرب شيء. وين ال عندي فلايت، نجرب نطير، نبعد عن المنطقة حقتنا. اوكي نبعد نبعد. اوه شوف هنا، هنا في هذا حق ذا ثوم كرافت، شفتوه؟ اورونود. لقيته. اوكي ابعد 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 وارجع. ناخذ غيوم مرة واحدة. غيوم لها فايدة؟ ما اتوقع لها فايدة.
الاستكشاف مع جيم اوف ثرونز، الحين اضيع مكان البيت. الغيوم لو تلاحظون مو تلاحظون البلوكات العادية تدعسها من فوق، هذه لا تدعسها من تحت، يعني انت تصير واقف عليها من تحت. ناخذ لنا كم غيمة. تخيل يكون رسبن، ما اتوقع بيرسبنون، ويمكن لازم يصير بيسفل عشان يرسبنون. حطه بيسفل شوي. يمكن هارد ما يرسبنون، بعدين برجع هارد يعني عشان الجوع. هذا ما في اي موبس، المفروض يرسبنون بسرعة يعني اذا كانوا بيرسمون. وهنا ايش هذه المنطقة الثلجية لو تلاحظون، هنا لو اضغط F3 يكتب وينها، دايما انسى المكان اللي يكتب فيه المنطقة. كم باقي؟ بقى 17 دقيقة. وين تكتب المنطقة اللي انا فيها؟ ضيعت، نسيت مكانها. لهذا تاجا او المهم من هذه المنطقة الثلجية تاجا. شو أول ما أبدل هنا ريفر صرت مو منطقة ثلجية، ما رسب أي شيء أصلا عادي. تدرون مش كان، ما أدري حتى ما أبغى أدخل في بلاد ماجيك عشان أسوي، بس عشان أسوي ذا الشيء. نشوف، أحتاج ليذر صح؟ عشان أجيب الليذر وش في طرق أسوي الليذر؟ في هذه، في هذه الطريقة شكله، بس هذا الحل الوحيد، وهذا اللي هو كيمستري يعني. هذا بعدين يعني، مو بس ادخل في بلاد ماجيك، اتعمق في بلاد ماجيك. هل في طريقة ثانية اسوي تشيز؟ خلنا نشوف، خلنا نقرا المهمة من جديد. نحتاج صوت، صوت سهل. فريش ملك، فريش ملك شلون نسويه؟ ناخذ باكيت ملك، باكيت ملك لازم بقرة. آخ، وبقرة في طريقة ثانية. تدرون برجع لكم إذا رسبنت بقرة ولا دبرت صرف، يمكن أكبر المنطقة هذه حقت العشب. وظهرنا في مسافة معينة لازم أصير بعيد من هذه يرسبنون. إذا رسبن شيء ولا حاولت دبرت لصرف رجعت لكم. طيب رجعت لكم من جديد. اخ 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 كم تعبت عشان اطلع ذي البقرة. اوف 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 اوف، لو تشوفون وصفتها لازم اجيب ليذر، ما قدرت اجيب ليذر. فايش كنت اسوي؟ كنت اجي هنا امشي، طبعا تأكدت ان هنا المنطقة اللي انا فيها، والاصوات تأكدت ان المنطقة مكتوب هنا فورست، بهذه المنطقة الوحيدة اللي رسمنا فيها او بلينز. تلاحظون ان هنا سكر لا تطلع، هنا ديزرت وهنا ريفر، ظهر ما يرسمون في الريفر، لازم فورست، فورست او بلينز او في كم واحدة. على العموم وهنا سويت هذا الشيء لان خلص الطاقة، ما سويت طريقة كويسة الطاقة، هذا اخذتها بعد من الكويست. والحين ما ان عندنا بقر ناخذ ال ايوه اغراضي حطيتها هنا اتوقع، اي هذه الاغراض عشان خفت اموت، تركت العالم يشتغل فترة طويلة. والدروع حقتي حطيتها هنا، دروع من برا بس يعني في دروع. الباكت وينه؟ والباكت نسوي لنا واحد ثاني. هذا هو، خلينا نشوف المهمة وش تقولنا. أول شيء نحتاج السولت، السولت شو نسوي؟ نحتاج هذا السولت، نحتاج نحط باكيت مع بوت، نحط الباكيت. هل هذا ياخذ الباكت؟ ايش هو ما ياخذه؟ كذا اسرع لي.
كم واحد بحتاج؟ بحتاج واحد بس. انجلع، نحط هذا كذا، ناخذ لنا حبة صولت ونعطيها الكوست. ثانية ملك، كم واحدة؟ واحد بس. كل الأصوات ما تطلع، خلينا نحطها هنا بعد. ووتر بعد، هن الاثنين ما كبيتهم. ونحتاج بتر، شو نسوي البتر؟ أبا نحتاج نحط هيفي كريم ولا توفو؟ شو نسوي الهيفي كريم؟ هيفي كريم ميلك وميكسينج بول، يصلح هذا الميلك؟ اي يصلح. هذه هيفي كريم، وبعدين عشان نسويه نحتاجه مع البان. سويت انا ذي البان، ما اتوقع اني سويته. حط هذا كذا، وهيفي كريم والسولت، وين حطيت السولت؟ انا سويت له سبنت. ما اتذكر الوصفة كانت زي كذا. هذا بتر. والشي الثاني نحتاج هيفي كريم ثاني، لا مو بهذا، ميكسينج. ونحتاج تشيز، تشيز نحتاج ملك وصولت. هذا الصولت والملك، وش بعد؟ وبوت. كفو، عندنا الحين خلصنا المهمة أتوقع. كفو، أوه سترونج بوكس، وش فوسطة؟ بعض الأحيان سترونج بوكس صار فوسطة شيء دايم. كفو، جوا شجر، سينمون وبيبر كورن وأوليف ونوتميج. طيب، وخلينا نشوف وش الجائزة. كفو ريدستون، حطها، بحطها بعد شوي. كأن الصوت منخفض مرة. هذا هل نخرها؟ شوف المهمة اللي بعدها، نحتاج جالاكتيك بريسبريتور. عرفت الكلمة هذه أنا، جالاكتيك. أيوة كفو. ونحتاج بستن، أما ما في ود ولا كوبلستون. شو هذا كذا؟ قلك تك بريسبريتور، اتوقع ان ينطق زي كذا. ونحتاج، اوه نحتاج سنو او بوكيت، صح كويس، لان في بوكيت مويه. نحتاج نسوي بوكيت ثاني. ما اتوقع اني كنت احتاج اسوي واحد ثاني، بس بوكيتين مو مشكلة. اتوقع اني اقدر استخدم الباكت هذا. كلاك تك برسبريتور، هذا هنا وهذا هنا. لا لا احتاج باكت. نشوف نحط الباكت هنا. مسهلين ها، كويس الحين. لا
شو سويت انا؟ كفو. اما حلو، طيب اهم شيء ان جائزة كويسة برا. بس انك كل وقت قاعد تدرس انها تجي عندنا خنزير، خروف، 2 مشروم، وفيلجر 6 اوف، وبليز كافو، وتشيكن ما يحتاجه، سيلفر فيش ما اتوقع نحتاجه، جيدد كات. طبعا جيدد كات هي اللي مسوية العالم هذا اصلا، اتوقع انه شيء عشوائي بس اني مين متأكد. طيب خلينا نشوف المهمات اللي بعدها. والقلب، المهمات اللي بعدها اتوقع الحين بنبدأ في الغويض. عندنا نحتاج بريسر، بريسر هذا هو. نحتاج أكثر من بستن، هل هي مهمة واحدة؟ لا كفو. نحتاج سوي ميلك وتوف، أوه 200 من كل واحدة. طيب خلنا نشتغل في هذه المهمة. كم راحت من تسجيل الحلقة؟ ماني متأكد، شوي بتأكد. طيب رجعت لكم من جديد. زي ما شفتوا في اللي قبل شوي، احتاج سوي بين، لقيت سوي بين. استوقع قديش احتجت عشان اسوي، عشان اجيبها هذا كله. طبعا مش بس اسوي، ما ادري يحتاج اسوي مزرعة ولا لا، انه عندي كمية بون ميل كبيرة مرة. ممكن وش اسوي؟ اصير اجي هنا اروح لهذا البولفرايزر، اعطيه البون ميل واخليه يظبط لي اياها، واجي هنا مثلا هذه المنطقة حقت الأشياء اللي بزرعها، مثلا أحط هذا هنا، أعطيها رايت كليك، أبيض أعلق شوي ويطلع لي كمية سويبين كبيرة. أخذ بون ميل زيادة، أجمع لي كمية بون ميل، لأن في شيء في هذا المود يخليه إذا أنزرع شيء 100%، شوف هذه أعطيه رايت كليك خلاص يطلع الأشياء اللي جوا، محتاج أكيد أشيله وأحط من جديد. وميزة بعد أتوقع إن هارفستر يكفي، ما أدري إذا كان أحتاج بلانتر ولا لا، يمكن ما أحتاج بلانتر. شفتوا سويت كمية كبيرة الحين، محتاج آكل بس، بشوف هل يمديني أسوي 200 الآن ولا ما يمديني. ميتين يعني كم؟ يعني قصدي كم ستاك؟ ستاكين 128، 3 ستاكات 108، 4 تقريبا، 3 وشوي، 3 ستاكات وشوي. يعني عشان أوريكم قديش يعني سهل إذا كان عندك كمية بون ميل زي اللي عندي. هاي 3 ستاكين، كم عندي الحين؟ تقريبا 3 ستاكات. هذه كم الحين؟ عشان اقدر احسبها. هذا 200، عشان اللي انا بحتاج اسويه البريسر هذا احطه، ما ادري هل يحتاج طاقة ولا لا، خلينا نشوف. لو حطيته هنا يمكن يحتاج يحرق، لا ما يحتاج، بدي يشتغل فوق. كفو، طلع لي 2 من هذولي. حط زود، كان عندي هنا اللي هو هوبر، اي هذا 200، ابد بيقدر يشتغل، بستناه وبشوفكم في الحلقة الجاية، لأن شكلها سجلت زيادة شوي عن اللزوم. أتمنى تكون عجبتكم الحلقة، لا تنسوا تسوي لايك، سبسكرايب، مع السلامة.